بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم حاجات فنيه بسيطه، برضو هنكمل معاكم. هعمل النهارده نحله بسيطه خالص وبطريقه سهله. معانا فوم اصفر ومعانا فوم اسود ومعانا مسدس الشمع. اول حاجه هنبدا بيها هنعمل دايرتين من اللون الاصفر، وهنعمل كمان دايرتين من اللون الاسود. هنبدا نعملهم. خلاص بقى تمام، جاهزة معايا دايرتين باللون الأصفر، ومعايا دايرتين باللون الأسود، ومعايا 4 صغيرين باللون الأبيض علشان هطبقهم بالشكل ده وأعمل منهم الجناحات بتاعة النحلة بالشكل ده. ممكن ألزقهم بشمع عادي. هعمل بقى النحلة بطريقة بسيطة خالص وسهلة. هجيب اللون الاصفر بالشكل ده واحطه كده، واجيب اللون الاصفر تحته بالشكل ده، واجيب اللون الاسود تحت. هتبقى عندي بالشكل ده كده. هركب لها الجناحات. انا ركبت النحلة بالشكل ده، هعمل لها بقى العيون زي ما احنا متفقين. بعملها من البرشام الفاضي، اعملها بشكل الدايرة كده واحط فيها خرزة سودة. تمام، انا جبت العيون اهي بالشكل ده. هحط فيها بقى، احط فيها الخرزة، احط لها شم. بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الجناحات بتاعة النحلة وادخلها بالشكل ده كده، واجيب التاني برضو بالشكل ده كده، واجيب الجناح برضو التاني بالشكل ده كده. بس والزقهم بالشكل ده كده. ماشي تمام. واجيب الجناح الاخير واحطه بالشكل ده كده، احط هنا شم، اجيب الجناح بالشكل ده كده، بقيت عندي ايه جميلة. اعمل لها بقى ديل صغير كده واكمل. وبكده اكون انا كملت النحلة، ركبت لها الديل وركبت لها الجناحات بتاعتها وركبت لها العيون، وبقت بالشكل ده وسهلة خالص وبسيطة. وكل اللي استخدمناه ورق اعمال ابيض وفوم اسود وفوم اصفر، والعيون عملتها بشريط برشام فاضي حطيت فيه خرستين. خلاص كده بقت جاهزة النحلة اهيت، وسهلة وبسيطة خالص. يا رب تجربوها ويا رب تعجبكم ان شاء الله.